الحرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم لا ترفع لأعدائك فيه راية ولا تحقق لهم فيه غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعل شأنهم في سفال، وأمرهم في وبال، وكيدهم في ضلال. فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم، واجعلهم عبرةً للمُعتبرين يا رب العالمين. اللهم بارِك للمُسلمين في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا واستقرارنا وأهل الخير والحسبة والعلم والصلاح فينا، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره.